وبيكتشف ويروح الفضاء وينزل على المريخ ويمشي على القمر، الختم ده مش بتاعه. فلازم يؤدي واجب الشكر، ولازم يعرف ان هو مش بتاعه، انه ممكن يسلب. وبعدين كلنا بنجرب، الواحد يعني يجي في يوم، حتى اعلم العلماء يجي في يوم ويعجز وبخرف ومعلم ما يعرفش حتى واحد زائد واحد يسوي كام، ويرجع طفل ومن نعمره ننكسه في الخلق، يتسحب منه كل القوى اللي ادتها له. والمرأة الجميلة اللي هي بتجنن الرجالة وبتيجي في وقت تبص لاقي الوش ده كرمش وبقى حاجة غير ما تضحك، خلاص الجبارين بقت هالهم ان ده بتاعهم بقى، خلاص الجبروت ده بتاعهم والقوة دي بتاعتهم. فبص تلاقي تيجي المفاجأة في الآخر، تلاقي شاه إيران طالع من غير لا ملك ولا حاجة ومعاه 7,000 مليون دولار ومش لاقي شقة يسكن فيها، كل ما يروح بلد يكرشوه. طب فين الملك؟ لأن ربنا زي ما بيعطي يسلب، لأن الملك ده والمفتاح والختم دي مسألة مربوطة بالشكر، فإذا ما شكرتش النعمة تسلب على طول، فهي مش بتاعتك. فهي دي النقطة، الخدعة اللي في الموضوع كله، إن الإنسان لما يزداد قوة لازم يفهم كويس إن القوة دي جاية منين؟ مش من جدعنته، مش من شطارته، مش من عداءة، لا، هذه القوة ممنوحة، ربنا هو اللي سخر لكم، هو طبعا العارف الحقيقي هو اللي لازم يعرف إن اللي في إيده مش بتاعه، إن المفتاح وخاتم الملك ده جاي من الله سبحانه وتعالى، ويظل يعيش على تخوف من مكر الله. هو ده يبقى العارف الحقيقي والمؤمن الحقيقي. ونرجو ان احنا نستفيد من العظة والعبرة ونفهم ونكون مؤمنين حقيقيين.